يمر هذا اليوم العالمي لحرية الصحافة على البحرينيين، والوضع الصحفي في أسوأ حاله. عامين مضيا على بدء الحراك الثوري والشعبي في البحرين. منذ مارس 2011 جاء فصل كثير من الصحفيين على يعني أساس انتمائهم السياسي أو الطائفي. من جملة الحملات الفصل التي حدثت في البحرين، عشرات الصحفيين فصلوا في وقت واحد. بعض الصحفيين اضطر للخروج خارج البلد خوفا من الاعتقال. مجموعة من الصحفيين تم اعتقالهم في تلك الفترة. خلال هذين العامين لم يتم إرجاع الصحفيين المفصولين ولم يتم تعويضهم. تم اعتقال بعض الصحفيين. الصحفيون لا زالوا يعانون من المضايقات المستمرة من قبل الحكومة. الوضع من ناحية الحريات كما تحدثت عنه بعض المنظمات سيء جدا. يتم منع وإقصاء الصحفيون المهنيون أو الذي يشتبه بانتمائهم أو ميولهم للمعارضة، ويتم ترقية وفسح المجال للصحفيين البعيدين عن الحيادية والشفافية والمهنية، الذين يمارسون التخوين والكذب يوميا على صفحات الصحافة. نتمنى أن يتغير هذا الوضع. نتمنى أن تشهد البلد يعني انفتاح في مجال الحريات، وأن يتم إرجاع الصحفيين المفصولين وتعويضهم.